بسم الله، حياكم الله. اليوم راح نغطي مسجد غريب عجيب، تصميمه غريب. اسم المسجد غار حراء. غار حراء، كل المسجد تحت الأرض، مسجد تحت الأرض، راح تشوفونه إن شاء الله بعد شوي. الآن وصلنا للجامع، شوفوا شوفوا الجامع. حنتخلى الآن، غريب عجيب. طبعا من برا ما مبين انه جامع، بس شوفوا شلون. الحين راح ندخله، مسجد غار حراء، كله تحت الارض. يعني بالعادة المساجد العثمانية على هضبة مرتفعة وكذا، شوفوا هذا شلون الكونسبت حقه، لذلك اسمه غار حراء، كل شيء تحت الارض، ما مبين شيء. يعني ما في شيء يوحي ان فيه مسجد هنا، المسجد هنا تحت. هذه منارته، صخرة يعني حجر، ما هو على شكل مأذنة ولا شيء. لا ما في شيء فوقها. ايه شوف تطير. شوف هذا الحين ندخل كله تحت الأرض اللي قاعد نمشي فيها. بس شوف الفيو. الفيو خطيرة. الفيو رائع. عثرنا على الجامع، الحين قاعد ننزل للمسجد، نكتشف شلون شجرة زيتون هذه جميلة. الآن راح ننزل الجامع نشوف شو الموضوع. تحت كله أقبية تحت. الآن بدينا نكتشف بعض الأمور. شوف الآن هذا إيش، مطعم ومكتبة الظاهر تابع الجامع. بس خلونا نصلي الآن، لحقنا الصلاة بعدين يصير خير. شوف والله الناس، وين الناس. ما شاء الله. واو تبارك الرحمن. ما شاء الله. خل حق على الصلاة الحين يصير خير. شوفوا الإضاءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوف المدرجات هنا في المسجد، جميلة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمنتي ولكن جميل. ما شاء الله. قسم النساء كلها تحت القبو، شو فكرة المدرجات. الأطفال ما شاء الله. جمال ما شاء الله، المسجد عظيم. كله قبو بقبو. الحين ندخل ونشوف الإمام ونسولف وياه شوي. طبعا الناس هنا وبالذات أيام نهاية الأسبوع يجون هالمنطقة، يجلسون بهالمسجد للتنزه. ما شاء الله أماكن جميلة ومطلات رائعة جدا. فيها هنا مطبخ داخلي وأشياء كاملة تقريبا مجهزة، يعني أقصد. صراحة الفكرة رائعة. صدق الله. أول مرة أشوف جلوس ناس كذا المسجد مدرجات.
حلو. كونسبت جديد. سقف حيل متعوب عليه وكله عبارة عن يعني ما في أي لون، خرسانة. متعوب عليه صراحة. Günümüzde eşlerimiz, kızlarımıza bu konuyu anlatamıyoruz, onlara vaaz edemiyoruz. Bir özentilik gidiyor, bir taktiktir gidiyor, bir modadır gidiyor. Ama bu üç kavramı bırakın. Taktik, model, moda. بونları بırakıp da طبعا مبنى بناء صممه المعمار سيان امر ارلوتا وبني عام 2013 وقف لصالح اسره سعاد سانجاك سعاد سانجاك هذا الوقف اسم سعاد سجد هذا هو المسجد حشجرة الزيتون جميلة في فناء المسجد غار حراء هذا مطعم وقف تابع المسجد غار حراء هذا الفناء الخلفي المطلات شلون جميلة من هنا أراضي زراعية مشروع ضخم الإعمار لاصق في المسجد إعمار الإمارات طبعا إعمار دبي شوف شلون جميلة الهضبة Açılsın da yollar sana geleyim. Açılsın da yollar sana geleyim. O yüce Rasule. إلى لقاء قريب إن شاء الله في ربوع المعمورة لمتابعة حكاية مسجد حيث نسعى إلى تصوير المساجد